صباح الخير من جديد. رح نتابع سوا عناوين الصحف خلال فقرة برايس ريفيو. عناوين الصحف الصادرة لليوم التنين ببيروت رح نبدأ مع صحيفة النهار. لافتات حزب الله قربت صيدا من الانفجار، حاكم مصرف لبنان نمو سلبي في العام 2013. مقتل 3 وإصابة 6 في صيدا، والأسير أطلق ابنه بالقوة من الأمن. في السنة المقبلة تزايد البطالة وتراجع فرص العمل بنسبة 4%. طبعا هذا الأمر بإشارة إلى ما نشرته صحيفة النهار اليوم، واللي كنا ذكرناه بنشرة الأخبار، وهو ما سلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامي إلى مجلس الوزراء فيما يخص الاقتصاد والوضع الاقتصادي في البلد. الداعية معاذ الخطيب رئيسا للمعارضة السورية وانجرار إسرائيلي أول إلى القتال في الجولان. أوباما قد يحاول إقناع إيران بالتفاوض على صفقة كبيرة. محليا وبعيدا عن الشأن السياسي، ماراثون بيروت الدولي العاشر أقوى من الرياح والأمطار. بافتتاحية النهار بقلم نيلة تويني لليوم، لهذه الأسباب على الحكومة أن تستقيل. من الصفحة الأولى ننتقل إلى أسرار الآلهة بصحيفة النهار. السر الأول بيقول تحسنت الأوضاع في الأمانة العامة للرابع عشر من أذار، لكنها لم تبلغ التسوية النهائية. قال وزير سابق إذا كانت 14 أذار تخدم إسرائيل فلماذا تعمد الأخيرة إلى اغتيال قياداتها؟ تبين بالأرقام أن القوة التجارية للاشتراكي تراجعت في الجامعة اللبنانية الأمريكية. يتجنب الرئيس بري تحديد موعد لهيئة التنسيق النقابية حتى اليوم. قال وزير حالي في جلسة خاصة أن سلسلة الرتب والرواتب لن ترى النور. من النهار إلى صحيفة السفير يلي عنونت أيضا ما حصل بصيدا بالأمس، هو العنوان الأساسي بصحيفة السفير، يعني وتقريبا بكل الصحف الصادرة ببيروت. هل تعلن عاصمة الجنوب منطقة عسكرية؟ صيدا تنجو من محاولة اغتيالها بالفتنة. أما بالشأن السوري، ائتلاف للمعارضة السورية لا حوار وتفكيك الأمن. تجمع جديد بديلا من المجلس الوطني برئاسة داعية وفي كنف أمريكي. غزة تودع 6 شهداء ونتنياهو يتوعد المقاومة توحد ردها بالصواريخ. أيضا ماراثون بيروت له حصة من الصفحة الأولى، 33 ألفا من 96 دولة راقدوا في ماراثون بيروت وكسروا الشر. بالصفحة الأولى أيضا مقال بعنوان بصحيفة السفير، بيروت عاصمة بلد الكلام واللاجئين من الانتفاضات وإليها. إلى عيون السفير، والخبر الأول بيقول تجنب الحزب المسيحي الأبرز في المعارضة الإعلان عن فوز مرشحه الحزبي في انتخابات نقابية في الشمال، مخافة أن يرتد ذلك سلبا على انتخابات مماثلة في بيروت. تردد أنه تم ضبط كميات من الأسلحة في سيارات إسعاف مجهزة بعيادات طبية متطورة تعود لجمعيات إسلامية كانت معدة للتهريب إلى سوريا عبر الحدود الشمالية. يلاحظ مراقبون هجمة لوفود دبلوماسية فرنسية قطرية وتركية على البلدات الشمالية الحدودية، ورصد هؤلاء عقد سلسلة اجتماعات مع نواب معارضين وتوزيع أموال على الناخبين. إلى صحيفة الأخبار، فتنة في صيدا. أما بصورة اليمن كابوس الوحدة. بما قل ودل بصحيفة الأخبار، تعمد المدير العام للقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي السفر في إجازة إلى الخارج من أجل السماح لقائد القوى السيارة في المديرية العميد روبير جبور بإتمام مدة 3 أشهر كمدير عام بالوكالة، ما يمنح جبور بعد إحالته على التقاعد قريبا تعويضات مدير عام أصيل. من صحيفة الأخبار ننتقل إلى صحيفة المستقبل يلي عنونت المعارضة
توقع رسميا الاتفاق النهائي لتوحيد صفوفها، وبريطانيا تدرس تدخلا عسكريا محدودا، قطر تدعو العالم إلى الاعتراف بالائتلاف السوري ممثلا شرعيا وحيدا، فعاليات صيدة ترفض جرء المدينة إلى الاقتتال بعد الإشكال الدامي بين حزب الله والأسير، أين هو المتهم في فضيحة الأدوية؟ فوز ساحق للرابع عشر من أذار في انتخابات نقابة محامي طرابلس. إلى يقال الخبر الأول، إن رئيس تيار أكثري عدل عن اتخاذ موقف إعلامي حول قضية حساسة بانتظار إعلان أمين عام حزب الله موقفه في هذا الشأن اليوم. إن دبلوماسيين وصفوا عودة وزراء الخارجية العرب إلى الاجتماع في إطار الجامعة العربية بأنها مؤشر إلى الانتقال إلى مرحلة حاسمة في الوضع السوري. إن وزيرا معنيا ينتظر الإعلان عن وفاة مشروع مقترح لقانون الانتخاب ليتقدم باقتراح جديد إلى مجلس الوزراء. إلى صحيفة البلد، حرب يافطات فتنوية في صيدا، اتفاق المعارضة السورية يبصر النور وإسرائيل تحذر انفجار ضخم يهز إنديانابوليس الأمريكية. إلى صحيفة الجمهورية، أول صدام مسلح مع حزب الله في صيدا والأسير يتوعد، المعارضة السورية تتحد. أيضا داخل صحيفة الجمهورية، رسالتا الجمهورية من باريس وموسكو، تكنولوجيا جديدة في اتصالات التهديد و14 أذار تنتظر أجوبة، السلسلة مقابل تمرير سعر صرف الليرة. بالشأن الرياضي، فوز برشلونة وريال مدريد، فوز الرابع عشر من أذار في انتخابات نقابة المحامين في الشمال، واستعادة التمثيل المسيحي الكامل ضحية صراع المحاور الإقليمية. كل هالمواضيع بتلاقوها داخل صحيفة الجمهورية لعددها اليوم. أما داخل الصحيفي وبخانة الأسرار، الخبر الأول بيقول، قال نائب معارض إن الرد العملي على نظرية السلاح مقابل الصلاحيات يكون بالعودة إلى معادلة سعد الحريري، السلاح مقابل المصالحة التي تطوي صفحة الاحتكاك في كل العالم العربي. رأى دبلوماسي عربي أن الفضائح التي تتكشف تباعا في جسم حزب الله دليل على أنه فقد روح المقاومة لمصلحة مشروع السلطة في أسوأ أشكاله. أعاد فريق سياسي اجتماعاته الدورية شبه الموسعة بعيدا من الأعلام. يرتقب أن تشهد الساحة المحلية هذا الأسبوع حراكا دبلوماسيا لافتا في إطار الدعوة للحفاظ على الاستقرار في لبنان. إلى صحيفة الحياة، خلاف على رفع لافتات خاصة بذكرى عاشوراء، والجيش أعاد الهدوء إلى منطقة صيدا، ثلاثة قتلى في اشتباك بين أنصار الأسير وحزب الله. أما بالشأن السوري، اختيار الخطيب رئيسا واللجنة الوزارية العربية تجتمع في القاهرة اليوم، وصاروخ إسرائيلي على سوريا للمرة الأولى منذ العام 1973، ائتلاف وطني لإسقاط الأسد. غرامة 30 مليون دولار لاستغلاله الوظيفة وبيعه جوازات سفر، الأردن السجن لثاني مدير استخبارات. مدير الوكالة الذرية يتحدث عن مواصلة تفكيك مجمع بارشن العسكري، طهران الطائرة الأمريكية تجسست على ناقلات النفط. غسان شربل بيكتب بصحيفة الحياة، طه حسين ورشدي أباظة. إلى الشرق الأوسط، يلي عنونت بالشأن السوري، إبرام اتفاق تشكيل ائتلاف المعارضة وقوى الثورة بزعامة الشيخ أحمد معاذ الخطيب الحسيني، سوريا اتفاق في دوحة وتوتر في الجولان. نائب نجاد في بغداد اليوم بعد أمانه قيادي بائتلاف المالكي، مؤشرات تغير بموقف طهران تجاه الأسد. قالوا إنه وصفهم بالأراغوزات والمتاجرة بالدين. مصر إسلاميون يحاصرون البرادع بأربعين بلاغا للنيابة بتهمة مهاجمة رموزهم. رسالة إلكترونية من صديقة الجنرال وراء فتح FBI التحقيق. واشنطن عاشت دراما سرية عشية انتخابات الرئاسة بسبب قضية بيترايس. مع صحيفة الشرق الأوسط منوقف لبريك، لحظات ومنوقف لمتابعة أبرز ما حملته الصحف ببريس ريفيو.
عودي لمتابعة أبرز عناوين الصحف وبنوصل سوا لصحيفة اللواء يلي عنونت صيدة تواجه الفتنة بإضراب عام اليوم وحداد على الشهداء. تكليف الجيش بتعزيز وحداته وملاحقة المسلحين وإعلان المدينة منطقة عسكرية الأربعاء. معاذ الخطيب رئيسا للائتلاف الوطني لقوى الثورة لا حوار مع الأسد ومجلس عسكري وحكومة موقتة. طلقات تحذيرية إسرائيلية على الأراضي السورية بعد قذيفة على الجولان. تقريبا يعني المواضيع هي ذاتها عم تتنقل بكل الصحف ولكن كل صحيفة بتعنون على طريقتها. عباس إلى الرياض اليوم وطلب العضوية نهاية الجاري، استشهاد 6 فلسطينيين ونتنياهو يهدد بالتصعيد في غزة. حوار اللحظة الحرجة مع الوزير ناظم الخوري في لبنان رئيس واحد وما كان يحدث بين الوجود السوري خرق للبروتوكول. أيضا الماراثون له حصة بصفحة الأولى، بحر ماراثوني بشرية تحدى العاصفة التشرينية. بصفحة الأولى بيكتب صلاح سلام، ما مشكلة حكومة أم أزمة ثقة؟ إلى الأنوار. إضراب في صيدا اليوم بعد سقوط 3 قتلى في اشتباك طوقه الجيش. التوقيع في الدوحة على قيام الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. تهديدات إسرائيلية لغزة بعد قصف أوقع 6 شهداء. تفجيرات في دمشق ودرعا وغارات على إدلب ودير الزور. إلى ليبيا، العثور على أسلحة كيماوية في ليبيا. قيادي سلفي في مصر يدعو لتدمير أبو الهول والإهرامات. غيرة نسائية كشفت علاقة بيتراوس واستقالته. بتفاصيل هذا الخبر، أظهرت المعلومات التي تنقلتها وسائل الإعلام الأمريكية أن الغيرة النسائية وراء كشف العلاقة التي أقامها خارج إطار الزوجية مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ديفيد بيتراوس، وأدت إلى استقالته وقبولها من قبل الرئيس الأمريكي أوباما. وذكرت شبكة التلفزيون NBC أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقات بشأن باولا برودويل التي يشتبه بأنها حاولت الاطلاع على الرسائل الإلكترونية لبيتراوس التي تحوي معلومات سرية عندما كان على رأس التحالف الدولي في أفغانستان. إلى الديار. سوليدار تشتبك مع الصاغة بعد أن رفضت تسليمهم محلاتهم طمعا بالربح بعد ارتفاع سعر المتر في الأسواق. مخطط الأسير في الاستفزاز مستمر، 3 قتلى و7 جرحى في حي التعمير صيدا منطقة عسكرية بقبضة الجيش. انفجار يهز مدينة إنديانابوليس الأمريكية. من الديار إلى لونيون جور، أصلنا باللغة الفرنسية. طبعا العنوان الأبرز فيها له علاقة بالماراثون، هناك صورتين بين الماراثون وما حصل في صيدا، يعني كأنه هناك مقارنة بين المشهدين. بترجمة لهذه العناوين نبدأ بالعنوان الأول، بين الماراثون المذهل والخلافات الطائفية الوسخة. أما بالشأن السوري فعنونت المعارضة السورية أخيرا موحدة. وأيضا سؤال، لماذا الزواج إذا أمكننا العيش معا؟ من لوريان لجور إلى ديلي ستار، الصدر باللغة الإنجليزية. أما بعنوانه الأول فله علاقة بصيدا وبتعنون الصحيفة، الجيش يتعهد بالقضاء على فتنة صيدا. الائتلاف الوطني السوري تشكل ويطلب الشرعية الدولية. تبادل نيران بين إسرائيل ومقاتلي غزة. إلى صحيفة الشرق، هرب شقيق فنيش المتهم بالأدوية الفاسدة والتزوير. هل بدأت الدول الكبرى تستعد لإحياء القرار 1559 بين الحكمة والموت في صيدا؟ أما بما يخص الماراثون بلوم بيروت، ماراثون العاشر، طلقات إسرائيلية باتجاه سوريا للمرة الأولى منذ العام 1973.
استقالة مدير البي بي سي بعد بثها فضيحة جنسية. إلى صحيفة البناء، عنونت جماعة الإخوان تهيمن على مجلس اسطنبول وصبرة للديكار وإغراءات خليجية لجمع معارضة الخارج. الجيش يفشل محاولة إثارة الفتنة في صيدا وقياداته تؤكد الحزم بمنع المظاهر المسلحة. تظاهر في مرسين احتجاجا على إنشاء مفاعل نووي تركي، الأكراد يضغطون لتخفيض ظروف اعتقال أجلان. قائد شرطة دبي يهاجم مرسي وجماعة الإخوان، مدعو الإسلام يخاطبون إسرائيل بالصديقة العزيزة. قوات بحرينية مدعومة بالاحتلال تقتحم بيروت المهزم المنامة، النظام يقمع المشاركين في تشييع الفضاء الردي. 6 شهداء وعشرات الجرحى حصلت الاستهداف الإسرائيلي لغزة، المقاومة ترد وتكرس توازن رعب مع العدو. أما العنوان الأخير، أوروبا تبحث دورها اللوجستي لمواجهة مخاطر كبرى، إكواس تناقش خطة للتدخل في مالي. إذن سنختم الحلقة بالصورة الكاريكاتيرية لصحيفة النهار، ماراثون المواطن، كأنه المواطن اللبناني يهرب وتلاحقه الاغتيالات، الفلتان الطائفية، الفساد والغش. الصورة لأرما حمصي مع هذه الصورة. نصل إلى ختام بريس ريفيو، هذه كانت أبرز عناوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت خلال فقرة بريس ريفيو. أنا برجع بلاقيكم بنشرة الأخبار بعد 5 دقائق.